ومشاهدينا اليوم صباحنا غير وإلى طعم ثاني، دائما فقرة بين الناس اللي ياخذونا من خلالها مراسلين المبدعين من كل المحافظات العراقية الحبيب من شماله إلى جنوبه وكل الأماكن الحلوة، لكن اليوم جولتنا إلها طعم ونكهة خاصة جدا، إلها خصوصية وبصراحة ما شفنا فيديوهات تخص جولتنا لليوم كلنا تمنينا إنه نروح لهذا المكان، اليوم راح نروح إلى البصل الفيحاء وتحديدا من شط العرب، راح نروح نشوفكم اليوم تحفة معمارية وفنية جديدة وهي الممشى الجسري اللي يربط الكورنيش الجنوبي لشط العرب بالكورنيش الشمالي، شيء مو طبيعي بصراحة، شيء من تشوفه تحس نفسك مو أنت مو بالعراق، تحس إنه هذا العراق كان لازم يكون دائما، طبعا راح نروح هسه لايف مباشرة من هذا الممشى الجسري الرائع والتحفة ويا مراسلنا حسن مظلوم. يسعد صباحك حسن. يسعد صباحك حسن. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا الأكارم. أهلا بك حسن، إحنا حابين تشوفنا يعني المناظر والممشى الموجود يمك، طبعا إحنا متحمسين حتى نشوف هذا الممشى، فإذا ممكن تأخذنا بهذه الجولة. نعم بالتأكيد، طبعا احنا هسه على كورنيش شط العرب. نعم. بالجزئين، الجزء السابق خلف الصوره والجزء الجديد الذي سوف يفتتح اعتقد نهايه العام الحالي. لاحظ الحركه موجوده في هذا المكان. طول هذا الكورنيش الجديد تقريبا 1000 متر، يمتد من القصور الرئاسيه نهايه هذا الطريق بوابه القصور الرئاسيه الى هذه المنطقة التي نقف فيها، وكما نلاحظ يعني الحركة مستمرة، لكن الملفت يعني في هذا الموضوع هو يعني عملية الربط ما بين الكورنيش الجزء الأول والجزء الثاني منه، لأنه يوجد يعني بين وسط الكورنيش قناة اللي هي نهر الخورة بهذا الاتجاه، فأقيم هذا المشروع حقيقة. الملفت هو عملية ربط أجزاء الكورنيش الجزء الأول والجزء الثاني عبر هذا الممر لمرور المواطنين. طبعا دعونا نأخذ المهندس المشرف على هذا المشروع ليحدثنا عن هذه التي نستطيع أن نقول عنها تحفة. صباح الخير. صباح الخيرات، حياك الله. ممكن تحدثنا عن طبيعة هذا المشروع؟ نعم طبعا، بالنسبة للمقطوع المقطع الجنوبي في كورنيش شط العرب الأعمال مستمرة فيه، إن شاء الله قبل نهاية هذه السنة يكمل بالكامل، بالإضافة إلى به جسر مركبات وجسر مشات إن شاء الله قبل نهاية السنة هم يكملن بالكامل، والإضافات كثيرة في هذه المشروع، منها إضافة النخيل، إضافة الأشجار، إضافة حجر بالنسبة لحوض الشارع هنا، حجر بركاني وليس تبليط. اضافه ما راح يكون اسفلت تبليط، لا حجر بركاني، واضافه الى اعمده اناره، مجاري، امطار، بنى تحتيه كامله، يعني مشروع كامل بالكامل ان شاء الله قبل نهايه هذه السنه يكمل بالكامل. هذا الطريق يعني ليش اجتكم الفكره؟ يعني اكو طريق، اكو جسر هنا، كان جسر حديدي يربط الكورنيش الجزء الاول بالجزء الثاني، ليش يعني استحدثتوا هذا؟ طبعا هاي فكرة جديدة بالنسبة للمواطنين، جسر مشات طوله 300 متر يربط بين المقطع الشمالي والمقطع الجنوبي، اساسا ما كان، كان جسر مركبات قديم يعني بس للسيارات، بس اساسا ما كان جسر مشات منها للمواطنين، يخدم المواطنين طوله 300 متر بعرض 5 متر بإضافة إلى شرف للعوائل مطلع على جسر المشات، والجسر طبعا أعمال شركة سهل العراق على ايادي عراقيه، طبعا خشب حجر سلستي العفو. انا لهذا لاحظته يعني انه الاسيجه والسقوف هي من يعني تبدو لماعة، ما اعرف طبيعه المعدن هذا. طبيعه المعدن طبعا هذا بالنسبه للمحجرات من السلستيل، والشرف العوائل هم ايضا سلستيل، اضافه الى مسكرات تجي جام، يعني شغله مرتبه، واضافه الى اناره داخليه وخارجيه للجسر. هذه اللي لاحظناها يعني شفت هنا اكو منصات، وهذه منصات مغلقه يعني ما الفائده يعني؟ شرف للعوائل هسه سادينها خوفا للمواطنين على مود ما يصعدون من هنا، بس شغله 10 ايام 15 يوم تكمل بالكامل ان شاء الله قبل نهايه السنه، هذا شرف للعوائل، هم شغلها سلستيل وجام، شغله مسكره يعني.
يعني الحدث احنا ما شفنا المنظر النهائي. بس المنظر ما كامل، شغلت 10 ايام 15 يوم يكمل بالكامل ان شاء الله. الحظر يعني الارضيه ايضا من الخشب، والمعروف انها المناطق رطبه وامطار، يعني شلون نقدر نحافظ عليها؟ كلها هاي تكسب مواد اصباغ، وهاي يعني ما تبقى هيك ان شاء الله. طبعا انا الاحظ انه النوارس ما مقصره بهذا المكان. لا مكان يعني الفضلات مالتها صحيح. صعب يمكن السيطره عليها، هي يمكن الملوث الوحيد الان الموجود. صحيح. ان شاء الله مستمرين بالعمل. الجسر، هذا الجسر اللي تحدثنا عنه. هذا نهر الخوره. هذا نهر الخوره. نعم. طبعا هذا الجسر المشاة يعبر من فوق نهر الخور، اضافة ان هنا تاكسي نهري، هاي اضافة هم يصير، ومستمر العمل ان شاء الله. الجسر ما ظل شيء ونفتح ان شاء الله. الجسر القديم كان جسر حديدي، جسر حديدي كان. طبعا هذا الجسر جسر المركبات السابق، جسر حديدي، بالاضافة اذا اشتغلنا ان شاء الله قبل نهاية السنة هم يكمل بالكامل، هم ترتب من كونكريت واسفلت راح يصير، وهذه المحجرات هم كملت شغلتها ان شاء الله. طبعا هو كان جسر للمشاة وللسيارات. والله كان بالسابق هو بالقرن الماضي يعني كان حديد، هو يعني سووه للطوارئ سابقا، يعني هيك شغله مستعجله، بس هسه ترتب ان شاء الله شغله رسميه ان شاء الله، صار جسر مرتب. نعم طبعا هذا يمكن المنظر الاجمل على كورنيش البصرة، يعني خصوصا بعد استحداث هذا الممر لحركة المواطنين والتنقل من الكورنيش بجزئيه، الجزء الأول والجزء الثاني، يعني عبور بهذا على هذا الجسر. روان، هذا الجسر كان هو مخصص لعبور المشاة ولعبور السيارات في الفترات السابقة. سيد حسن أيضا حابين نعرف يعني الناس ممكن تجي للممشى بكل أوقات، لأكو أوقات محددة لازم يجولها بين ما يخلصون كل شيء. طبعا هذا المشروع لغاية الآن لم يفتتح. نعم. يعني لغاية الآن المشروع قيد الإنجاز، وربما نهاية العام الحالي سوف يفتتح، لكن يعني الجزء القديم من المشروع الذي طبعا هو خلف الصورة امتداد لهذا الجسر هو مفتوح للمواطنين، يعني نعم. البصرة شهدت احتفالات خصوصا في خليجي 25 كان حضور على ذاك الكورنيش بشكل ملفت، وحقيقة كان شيء مميز في مدينة البصرة، لكن الإضافة الآن يعني تبدو مختلفة، والمنظر حقيقة أقولها بصراحة في الفترات المسائية أجمل بكثير من الآن، لأن الإفكت والمؤثرات الضوئية الموجودة على هذا الجسر، جسر المشاة والجسر الإيطالي، تكون يعني موجودة وتعطي جمالية أكثر. نعم طيب يا حسن، أيضا يعني أعتقد أكون صورة يعني هنا انفتحت ويا الممشى على هذا الجسر.